هذا الإنسان مروض، ولين جيت للطلبات واخترت عارف عليك بالعدة الذي ما يروض مقرا ولا ترتاب قوله وحكمته ويقنع به الطراد والمطرود. وبوصيك فاللماع، أبوصيك فاللماع لو كان عارف خله ترى بيته عليه مهدود. وبوصيك في ضيفك اللي أجاك كرمك وترحيب غالي ويعطوه الموجود، تحرف ودور ثم ربي يعينك. ولو كنت معسر باليسر ما عود، ولو كان ما تلقى ولا أقول ثلاثة، ولو كان تلحى الكف والعجروت. وبوصيك بنت اللاش يعجبك زينة، يجيك ابنها مثل الهدان بنوت، لا في سرات ولا في نفع، والنجارة ودن كشر وحسود. لا تأخذ إلا بنت طفل شميمي من بيت مبني عريب جدود، يجي عولها مثل النور عيونهم، ولو قلت يا عيالي لقيت فهود. اللي أخذت من ربع انت حل وجيهم على شق نارك فايلين قعود، من قارب السرحان جاب السراحين، ومن قارب القرد يجيب قرود، واللوز جاب اللوز، والتين جاتين، ومضارب اللولو تجيب عقود. وهذه نصيحة للذي يقتبلها، وهذه نصيحة عاقل معهود. هذا وصلى الله على سيد الملأ محمد نبي الخالق المعبود. اللهم صل وسلم وبيض الله وجهك وصح لسانك ورحم القايل. الحقيقة هذه نصايح وحكم يجب أن احنا ناخذها بعين الاعتبار، لا نعتبرها تسلية، فهذه حكم فعلا درر، هذه يجب ان الناس يعني انك لا تشوف واحد ضعيف كذا وتستحقره. فعاد يقول من جملة ما القصة حقته، يقول دعاني احدى العرب الكرام الى وليمة الطعام، فوضع الطعام بين ايدينا، فاذا باعرابي قد اقبل ينسف الارض نسف، وجلس على الطعام من غير ندى، وجعل ياكل بالخمسة والكف، والثمن يسيل على ذراعيه. شوف اللقمة اللي بالخمسة الاصابع الكف اكبر من راس البس، ويأكل والثمن يسيل على ذراعيه. يقول لو ضحكنا الحاضرين عليه، اسمع يقول بضحك الحاضرين على هذا الرجال. يقول قلت له كأنك أثلة في أرض هشل أتاها وابل من بعد رشل. يقول التفت إلي بعين من بحلقة وقال لي الكلام أنثى والجواب ذكر. الكلام حطيته في الأثلة، والأثلة أنثى والجواب ذكر. وأنت البعيد كأنك بعرة في استكبشة مدلاتا، وذاك الكبش يمشي. يقول ضحكوا علي الناس وكبوا مع جضحوا. يقول قلت له لك معرفة بالشعر؟ قال كيف لا أقول الشعر وأنا أمه وأبي. يقول قلت له عندي بيت واحد يحتاج إلى غطاء. قال هات ما بداله. قال فقصت في بحور الأشعار فما وجدت أصعب من الواء المجزومة. فقلت له قوما بنجد عهدناهم سقاهم الله من النو. نو ماذا؟ يقول قال لي نو أنت لا لا في ذو جليلة حالكة مظلمة اللو ويأكل. أنا ما حدا أخبره. قلت لو انت لا في دجاليلة حالكة المظلمة اللو. قلت له لو ماذا؟ قال لو سار فيها فارس اللنثنى على بساط الأرض من طو. من طو ماذا؟ قال من طو الكشح هضيم الحشر كالباز ينقض من الجو. جو ماذا؟ قال جو السماء والريح تعلو به، اشتم ريح الأرض فعلو. فعلو ماذا؟ قال فعلو لما عليل من صبري عليه نحو القوم ينعو. ينعو ماذا؟ قال ينعو رجال للفنى شرعت كفيت ما لاقوا وما يلقوا. يقول علمت انه ليس بعد الفنا شيء، بعد يقدر يبني، لكن اردت ان اصعب عليه. يقول قلت له يلقى ماذا؟ قال ان كنت ما تفهم ما قلته فانت عندي رجل بو. البو ماذا؟ قال البو سلخا قد حش جلده، يا الف قرنان، قرنان يقول عند المغاربه سبه، يا الف قرنان تقوم او ماذا؟ قال او اضرب الراس بصوانه تقول في ضربتها قو. يقول خفت انا اقول له قو ماذا؟ يضربني ضربه يبدي منها الضوء. يقول قلت له لك ان تكون ضيف الليله؟ قال لا يا أبا الكرامة إلا اللئيم. يقول جبت البيت قلت عساني أضحك عليه لو في الضيفة، غلبني في الشعر عساني غلب في الضيفة. وقلت الراعد البيت سوي لنا دجاجة. قال وجبت الدجاجة ومقمرة وحطيتها قدامه قلت براسك الضيفة دبرها. قالوا سمعي معي ولدين وبنتين وحرمتي وهو ستة والضيف سبعة والضيفة دجاجة. يقول حز راس الدجاجة وقال الراس للراس. نعم. قال أسمعي راس البيت وهذا الراس للراس. إيه؟ الولدين جناحين ولهما الجناحين. إيه؟ الفخذين للابنتين، العجز للزوجة، الصدر والزوائد للزائد. معنى تأخذ الدجاجة عليه. يقول قلت له سوينا خمسة دجاجة. قال فصنعت خمسة دجاجة. فقلت براسك الضيفة دبلها. قال لي تريد القسمة شبعا أم وتر؟ يقول قلت له إن الله وتر يحب الوتر، يحسب إنه بيعطي كل واحد واحد. قال له أنت وزوجتك ودجاجة وتر، ولداك ودجاجة وتر، ابنتاك ودجاجة، أنا ودجاجتين وتر. يقول ترى ما تأخذ ثنتين وحنا كل اثنين بواحدة، خاف الله. يقول قال مهلا مهلا كأنك تريد شبعا. يقول قلت إيه وشبعا. قال أنت وولدك، أنت وولدك ودجاجة شبع.
زوجتك وابنتها ودجاجة شبع أنا وثلاثة دجاجات شبع فوالله ما أحول عن هذه القسمة. قال فقلبني مرتين، مرة في الشعر ومرة في تقسيم الدجاج. بيض الله وجهك. وش تبي تجيب عليه؟ وش بيجي قصة تذكر القصص؟ ايه ولا القصة فيه واحد ابن حلال أخوان اثنين والله والعالم من واحد منهم ربي رزقه بمال بدون عيال والثاني حواله الله يعلم به والعيال درزن وكنه نازل في بيته أعطاه بيت يا أخوي ينزل فيه ما أدري جاه يشكي عليه قال يا أخوي أنا عند الله ثم عندك الحالة مشكاها على الله واليوم أنا أخوك وجعلني بالك ربي معطي قال أقول لك أنت عان ورعانك يذكر الله 12 وأنا ولا ورع اليوم تجوز هذا ورع ادعى الله أنه يعطيني ورع وتعال خذ البيت هذا قال والله كان يكشف راسي لا يا الله ترزق أخوي بور ورزقه الله بور وعطاه البيت نزل فيه ويوم فتش شواربه الورع وجاي يفتش في خزانة أبوه ولي الحجة حقت البيت لهم قالوا أبويا البيت حقنا هذا اللي أمي نازل فيه وعيال ما هو حقنا قال اللي يا ولدي لكن القصة كذا وكذا وكذا قال بسم الله الرحمن الرحيم العيال ما يرزقهم إلا الله يعطيهم إياه هو جاب لك الورع والله ما يشد من بيتنا يا ولدي تكفى قال والله اللي يشد الحاصل شكوه على القاضي وقالوا لك تعال انت مطلوب عند المحكمة وجاء يمشي رايح ولقي واحد رايح حمار الله يعز الرجال الحمل طايح على الحمار والحمار طايح قال يا اخي افزع لي دخيلك قوم الحمار معي الحاصل حط ذنب الحمار ونتع بقوم معي وانقطع ذنب الحمار فيه قال الصاحب والله ما تروح تقطع ذنب يا ابن الحلال خاف الله انت ناديتني وانا قال لا تطول الكلام قال الله ما تصير انا وياك الحكومة قالوا جاوا الحكومة ولي عليه دعوتين دعوة اخوه في البيت ودعوة راعي الحمار قال والله اليوم ربوع والقاضي عنده خر انما هو روح الحبس الى انتم روحوا بكفيل يا اهل الدعوة حقين البيت وانت انحبس عشان عليك دعوة ثانية حقت الحمار حقت الحمار الحاصل انهم كفتوا في السجن زهق من السجن وضعيف وطلع على السطح حق السجن ورمى نفسه شارد ولا وقع الا على رجال راقد هو يخوض وهشم غلوه وذبح الحاصل ما بقام الولد لازم يا ذبح اخويا صيح لازم اوده قالوا يا ابوي انت ايش هذا الشغل تسويه نهار السبت ودوه للقاضي ما طول لك الهرجه وجاء عند القاضي والقاضي ابن حلال سلام عليكم السلام قال يا ولد انت عليك ثلاث دعوات اول دعوه من اخوك يبغى البيت اللي انت نازل فيه قال صحيح البيت اللي نازل فيه لاخوي لكن جيت ويا الشيخ وقال يا اخي دخيل انك تدعي لي ان الله يرزقني بولد وان الله رزقني بولد فوجه الله لا يعطيك البيت ودعيت له وجاه الولد هذا انا وشوارب هذا وهذا هو طردني من البيت قال صحيح يا شيخ انت قلت له ادعي لي قال صحيح وقلت اعطيك البيت قال صحيح قال هي مخير ام اعطيها الولد ولا اعطيها البيت الولد هذا اللي بدعوته اعطيه اياه ولا اعطيها البيت لا حول ولا لا والله يا شيخ الا ابغى ولدي ولا بعطيها البيت وراح اعطاها البيت بقي راعي الحمار قال انا راعي الحمار قال الله يطول عمرك جيت متعدي طرقي ولي اطايح حمار وبحمل وقال يا اخي دخيلك افزع لي قوم الحمار معي وفزعت له وحطيت يدي في ذنب الحمار واثر خرثان ذنب الحمار وانقطع في يدي وش تبع يسلم قال صحيح يا شيخ انت قلت له تعال افزع لي انت اللي ناديته قال انا اللي ناديته وقلت له افزع لي لكنه تقوى على الحمار قال هي مخير ام اعطيها الحمار يرحلوا لين يبدي ذنب مرة ثانية يا الشيخ تنازلت العيال يا اخوه مات الولد قال يا ابوي انت كنت راقد قال انا جيت شارد رامي نفسي شارد من السجن والله لا تعمدته ولا ابغاه واثرهم راقدين جنب الجذر ووقعت على واحد منهم وهذا اللي حصل صحيح يا شيخ قال صحيح قال هيا نربط لك ونحطه تحت الجذر وطلع فوق ورمي نفسك فوق لا يا شيخ ما قال تدري تعزم